نجيب الكره البلاستيك نفسها على اخر حاجه، نحطها في الفتحه دي ونفتحوها وكده. نفسوها زين، ندخله ولازم تحفظ مكان الفتحة عشان يبقى عارف ان بدل ما تلخبط وندوره تاني. ونجيبه من فوق ونحطه الابرة كده. احنا خلصنا من ده، طبعا من فوق طبعا احنا قطعنا حته سودا من غير ما نسينا من قولكم نقطعها من حته اي سودا عشان بس ما حدش يعرف ان هي كرة مطرقشة تبقى بالشكل ده. نجيب مسدس الشام النهارده، بقيت تمام وهلعب مع اصحابي.